يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ذهب الإنسان للمطار وهو ناو للسفر، فهل يجوز له أن يجمع ويقصر في المطار؟ يختلف هذا باختلاف مكان المطار. إذا كان المطار خارج البلد فإنه يقصر ويجمع فيه، لأنه خرج من البلد ناوي السفر، بدأ السفر. أما إذا كان المطار داخل البنيان داخل البلد فإنه لا يقصر ولا يجمع، لأنه لا يزال في البلد. نعم.